التمس حضورك اليوم وحضور الاخوه النواب ان ترفعوا الوصايه على نينوى. الفلوس اذا نازله بالمحافظه شلون تطلع بدون توقيع المحافظه؟ نسمع من الصحافه ونحن كحكومه لا نعرف هذه المبالغ كيف تصرف. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 223 الخاص في الداخل المؤجر خلال فتره 20 للقطاع الخاص ومع معظم الشركات لنطلب من معاليكم ان تدخل في هذا الموضوع. احنا عندنا قبل عام 2014 2794 موقع دراسي. فتحنا العام الماضي 1660. احنا بسبب الاحداث واللي صار انه ما قدروا المواطنين انه يقدمون غير بس 18000. اليوم يقوم رئيس مجلس النواب العراقي برفقة السيد وزير الداخلية وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب الممثلين عن محافظة نينوى بزيارة إلى المحافظة للاطلاع عن كثب عن واقع حال المحافظة وما تمر به من أزمات كبيرة في موضوع الخدمات سواء البنى التحتية أو دور المواطنين وبالتحديد في المدينة القديمة، كذلك على اطلاع على الأمور المهمة تخص الجانب الخدمي في جانب البلديات، الصحة، الكهرباء، كذلك هناك أمور أمنية تخص المحافظة وأمور تخص المفصولين، عودة الشرطة المفصولين، كذلك تم التطرق إلى مواضيع من شأنها زيادة إيرادات محافظة نينوى وإطلاق موازنات فعلية نستطيع من خلالها النهوض بواقع المحافظة. كذلك تم التطرق إلى مواضيع التعايش السلبي في مناطق محافظة نينوى وخاصة في منطقة سنجار وكذلك في مناطق سهل نينوى. نتأمل أن تكون لهذه الزيارة وقعة كبيرة حقيقية من أجل النهوض الحقيقي بمحافظة نينوى ودعم عملية الاستقرار تمهيدا لعودة النازحين وخلق سلم مجتمعي حقيقي تنعم به محافظة نينوى حتى تعود المحافظة حقيقية مثل ما كانت قبل دخول عصابات داعش الإرهابية. قمنا بعرض مجمل المعوقات التي تواجه دار الصحة نينوى حيث دمرت المستشفيات، وقمنا بإحضار جميع النقاط التي تواجه هذه الدائرة وخصوصا المدخرة والرواتب والمستحقات الأخرى والسلف المبالغ السلف التشغيلية إضافة إلى رواتب العمال والأجور اليومية وإعادة بناء المستشفيات، لأن مدينة الموصل مدينة منكوبة وبحاجة إلى دعم دولي وإقليمي لإعادة الحياة الصحية لهذه المدينة. نأمل من هذه الزيارة المباركة أن تكون عند حسن ظن أبناء محافظة نينوى التي انتظرت هذه الزيارة بفارغ من الصبر. نأمل من الله العزيز القدير أن يعيد الأمن والأمان إلى هذه المحافظة.